الثاني المتابعة من دفاع الرجاء بعد الخطورة. تعود الكرة مجددا الرجاوية من الطرف الأيسر، استلام أسامة سكحال، تصل الكرة سكيل الأبطي لإدخال في الجولة الثانية لهذا النادي الذي يسعى مجددا للمنافسة على اللقب. تعود الكرة محسن متولي يفسح المجال للتمرير من الطرف الأيمن، زكريا الأبطي، الأبطي مر من الطرف الأيمن لزكريا، ممتازة جدا. اللي فعلها زكريا الأبطي هو اللي وصلها للمرمى. زكريا الأبطي، الأبطي المباراة، الأبطي مر من متولي، فكر في زكريا الأبطي، الأبطي استقبال الكرة بشكل ممتاز جدا، راوغ ولعبها مباشرة في مرمى الدفاع الحسني الجديدي، معلنا بذلك عن أولى أهداف هذه المباراة. كان يفكر في تمريرها في القائمة الثانية لحميد حداد، لكن الكرة أخذت وجهها. سيفسح أمامنا المجال لمتابعة مباراة مختلفة شكلا ومضمونا، في شكلها، في مضمونها، في كل الكرة من الطرف الأيمن. زكريا الأبطي، عمر يبحث عن وردي زكريا، زكريا من الطرف الأيمن لرجاء رياضي، اللحاق بالكرة والبحث عن كرة عرضية، البحث عن لاعب متحرم من الرقابة، يمر ويتوغل في منطقة الجزاء والحكم إسعاف اللاعب المصاب للدفاع الحسني الجديد يا أيوب القعداوي. الإعادة لما حدث في الكرة الماضية، كرة لرجاء، تغطية من الطرف الأيسر للدفاع الحسني الجديد، مصطفى الشيشان من زكريا حدراف لزكريا الوردي بلمسة لرجاء، كرة رجاوي من الطرف الأيمن في المباراة الأخيرة، كرة لرجاء بلمسة عمر، تصل للرجاء من عبد الإله حفيدي، حفيدي استلام الكرة، لكن التغطية تتحول الكرة من جديد لمصلحة رجاء، ضربة زاوية طرف الأيمن لرجاء. زكريا الأبطي، كرة من زكريا من الطرف الأيمن، البحث عن التوغل وضربة زاوية لرجاء. 8 دقائق فقط ويسدل الستار على مباراة دفاع رجاء، والنتيجة كما أمام حضراتكم 1-0. كرة لرجاء، بلمسة لرجاء، دراسية لرجاء، والجول لرجاء. تصل للفنان زكريا الوردي من قدم رجاء من الطرف الأيمن، أتيحت له فرص في الجولة الثانية لكنه أضاع أمام رجاء موفق، رجاء أكثر نجاعا من الناحية الهجومية. هذه كرة بلمسة في الجولة الثانية كما سنتابع.